ست نقاط اللي انا بقول لكم عليها، الست نقاط الاساسيه اللي انا بقول لكم عليها. يعني ايه؟ انا محتاجه حاجتين قبل بس ما اقول لكم الكلام ده، يا تكتبوا ورايا يا تعيدوا المقطع ده وتسجلوه. الكلام اللي انا اقوله ده كلام مهم ومحتاجه ان انتوا تاخدوا بالكم منه، لان احنا فعلا بنقع في اخطاء كتير. ست نقاط ركزوا معايا في مرحله المراهقه. المراهق محتاجها مني. اول حاجه يبقى عندي وعي. عندي ايه؟ عندي وعي هو ايه خصائص جسمه، خصائص التفكير، خصائص البيولوجيه اللي بيمر بيها، النفسيه اللي بيمر بيها. انا محتاجه ان انا اعرف الكلام ده عشان اعرف اتعامل معاه. رقم اتنين، اصاحبه واسمعه. الحاجتين دولت عارفين، عارفين لما بيبقى عندي شنطه هاندباك كده لها حاجتين، لها ايدين يتمسكوا عشان ما تقعش واللي فيها ينكسر. الحاجتين اللي بيمسكوا الشنطة دية الإيدين هم دول أصاحبه واسمعه. أصاحبه ليه؟ لأن عندي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه إيه؟ الحديث لاعبه سبع، علمه سبع، صاحبه سبع. أول سبع سنين أنا بلعب الطفل بيه وعندي التعليم باللعب وبعدين لعبه وبعدين علمه وأدبه سبع. بيبقى عنده سبع سنين بقى غرس السلوك وكلمت مش عارفه ايه وفرض احمل سلوك وغرس السلوك وبعدين التربيه وبعدين العقيده وعماله اغرس. وبعدين رقم ثلاثة صاحبه سبع، بيبقى 14 صاحبه، هو ده اللي احنا محتاجينه. طب انا عندي مراهقه ساعات بتبتدي من 11 سنه اصاحبه وانا شغال في التعليم، وانا شغال في التعليم والغرس. معلش ركزوا معايا علشان هنا ما لكوش دعوه بالخمار، ركزوا معايا. طيب وانا بعد ما صاحبه يعني اعامله كان انا اب وانا بقول لك ولازم، والامور اللي انا بقولها لك او الكلام اللي انا بقوله لك اوامر اوامر اوامر، ما ينفع، مش هيسمع، مش هيسمعني. ودي من الاخطاء اللي بيعملوها الاباء والامهات. طيب اعمل ايه في المصاحبه؟ هو انت صاحبك بتملي عليه ايه؟ بتزعق له؟ صاحبك بتيجي تامره وتنهاه؟ صاحبه هو انا بقول لك كده لازم تسمع؟ مفيش الكلام ده، مفيش حد من الصحاب كده. الصحاب بيبقى فيه اريحيه ما بينهم، والاريحيه اللي ما بين الصحاب بيبقى سببها ايه؟ ان كل واحد بيتصرف على طبيعته ومش حاسس بحرج مع الاخرين، مش حاسس بحرج مع الاخرين. طيب يبقى انا ما سببش لاولادي حاجه زي كده. رقم اتنين في صاحبه واسمعه اللي هم الاساس اللي شايلين المراهق، اسمعه. وانا بسمعه بسمعه بانصات واهتمام، بسمعه وهستحمل الكلام اللي هيقوله، انهم ساعته بيقولوا حاجات غلط، فما تنرفزش نوبكو ثواب واعصابي ما تفلتش مني. ليه؟ لان انا هسمع امور غلط مش هترضيني، وهتسمعي امور كلها كذا وطبي محتاجه تعديل، وان هو اعمل وامسكي نفسك وامسكي اعصابك في حاجه زي كده. ليه؟ عشان هتسمعي كلام مش هيعجبك وهتسمعي، فاصبري لحد ما يخلص كل اللي عنده. في الاخر قولي اللي عندك وانا هقول لك رايي في الاخر، تمام؟ واحنا متفقين على كده، انت تقول رايك وانا اخلي بالي منه، وانا اقول رايي وانت تسمعه. ها يعني دي نقاط متفق في الحوار ذات نفسه. طيب رقم ثلاثة، انا بس ارجو الاخوات اللي فاتحين المايك على الزوم يقفلوه. رقم ثلاثة، لما انا اسمعه وحد اداني مشكله معينه، ها ارمي الكره في ملعبه، ودي مهمه جدا النقطه دي تخلوا بالكم منها. ارمي الكره في ملعب الولد وملعب البنت. طب انت رايك ايه؟ انت من وجهه نظرك ايه الحل للحاجه زي كده اللي انت بتطلبها؟ واسمع منه. بعد كده رقم أربعة، اديله بدائل وحلول في اطر الصح. تاني اديله بدائل وحلول في اطر، ما ادلوش حاجتين، اديله ثلاثة. خليكم ناصحين واسمعوا كلامي اللي بقوله. والامر ده محتاج تفكير، محتاج تفكير. الامر ده مش بس محتاج تفكير، ده محتاج انك انت قاعدة بتخططي انا هعمل ايه واقول ايه. التربية مش سهلة، والتربية محتاجة صبر. علشان كده بالله عليكم، بالله عليكم، مش عايزين نخسر اولادنا في مرحلة احنا سهل جدا نبقى اصحابهم، سهل جدا نبقى انت الانتيم بتاع 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 ابنك، سهل جدا. طيب يبقى النقطة ان انا اديله واقول له قول لي رايك، وبعد كده ادي له بدائل وحلول واسمع هو رايه فيها في البدائل والحلول اللي انا قلتها. النقطه دي مهمه جدا. طيب رقم أربعة او رقم خمسة بقى مش فاكره، انتوا بتعدوا. في التعامل مع المراهق الغلط اللي احنا بنعمله ان ما فيش اطر واضحه في موضوع البيت.
قوانين البيت. رقم 5 في النقاط، لازم يبقى في قطر. ودي من الغلطات اللي بتقع في التربيه، انك انت ما بتحطيش قطر جوه البيت. نتعامل ازاي؟ لا ما عيالي، طب ما سهل يعني، وانا احط مش عارفه حدود. هقول لك ليه، علشان ما تعرضش كده واروح احاسب الولد على تصرف واحاسب البنت على تصرف. انت اصلا مش قايله لهم التصرف ده ممنوع في البيت؟ لا ما بديه، وهم يعرفوا منين يعني؟ تعالي هنا، انا عندي مراهقه بادئه مبكره، بادئه من 11 سنه، من 11 ل 14 احفظوا معايا، وبعدين من 14 ل 18 مراهقه متوسطه، وبعدين من 18 ل 21 ادي المراهقه المتاخره. في عندي المراهقه اللي سن ال 40 دي هنخليها للازواج، بس ركزوا معايا. طيب انا احاسب ازاي ابني او بنتي على امر وانا مش حاطه اطر في داخل البيت؟ زي ايه مثلا؟ موضوع المجي متاخر للشباب، ما هو انت قلتي له. طب يا احنا عندنا مثلا اخر حاجه مثلا 11 مساء، في ناس يقول لك اخرك واحده. طب البنات لا، اخرك خلاص، ما يعني لو الدنيا انت في مكان مش مركز يعني. دلوقتي عندي البنت مثلا لو هو متعرف عليه مثلا بيقول لك مثلا اخرها الساعه 8 مثلا، في بيوت تانية لا اخرنا المغرب، بعد المغرب اذن انت هنا بتخش بيتك، يلا كله يلا على بيته على بيته، تمام كده. طيب النقطه اللي انا بحددها في موضوع الاتصالات، مين يتصل بعد الساعه 12؟ موضوع ان انا فاتحه انستا ولا سناب مثلا، اصل انا بحط الستريك بتاع السناب، مش فاهمه ايه موضوع الستريك اللي لازم كل يوم يحطه. ان شاء الله نقطه. الوقت، طيب موضوع زي ما قلنا خروج البنات، موضوع استخدام النت بعد الساعه 2 مثلا او واحده، موضوع انت جاي شاب وجاي هعزم اصحابي، فوجئنا لقينا جاي ومعاه 12 شاب من صحابه والبيت كله بنات وهي جايبه صحابات. الحاجات دي لازم فيها اتفاق يا اخوات يا امهات، لازم فيها اتفاق مسبق مع اولادي علشان اولادي ما يقعوش في خطا، والاولاد ما يقع مش بس يقعوش في خطا. المصيبه مش في كده، المصيبه عادي احنا كلنا بنقع في خطا، لكن الكارثه انك انت تقعي في خطا تحاسبيهم عليه. طيب النقطه رقم 6 او 7 زي ما انتوا بقى بتحسبوا، ان انا يبقى عندي فن صناعه الذكريات مع المراهق، مع اولادي. ده اللي باقي على فكره، ده اللي هيفتكروه. امي الله يكرمها كانت واحنا طالعين من باب البيت كانت تقول يلا بسم الله توكلت على الله ولا حول، لحد ما نركب الاسانسير يلا سبحان الذي سخر لنا هذا. امي الله يكرمها وصتني في كل ازمه اصلي على رسول الله، ابويا الله يكرمه علمني ابي كذا كذا كذا، وعندنا نص احاديث كلها بدايتها في تخريجها علمني ابي. فين علمني ابي دلوقتي؟ ما فيش. امي الله يكرمها وابي كان واحنا خارجين عملوا البصمه الفلانيه. انا قلت لكم حكايه ودايما بكرر القصه دي، الشاب اللي كان بيغرق وغرق فعلا، شاب مسكينيه وكان بيغرق، وبعد ما غرق بيقول انا وانا خلاص بوصل للقاع تذكرت امي وهي بتقول لي وانت في اي دقيقه من دقيق الدنيا صلي على رسول الله. ففضل يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول لقيت نفسي طلعت مش عارف طلعت ازاي. طبعا هو قدر الله سبحانه وتعالى، بس شوف هو افتكر ايه في الازمه. انت عامله ايه بقى؟ ايه الذكرى اللي انت سايباها؟ زعيق، اوامر، اعمل وافعل ولا تفعل، وهكذا. ده طبعا مش صح خالص يا اخوات.